شغلات نجيب ناخذها من الموصل. احنا من ما من احنا من ذوق ايش اخذتم اليوم؟ والله ترشي ترشي مال الموصل غير مشهور غير موصلين جماعه من ناقه اي فاخذ يمكن 13 كيلو كل رمضان نجي على ذوق اصدقاء وقرايب موصلين موصلين اي خش مخلله خضرة ضرورية يعني ضرورية شو شلون؟ كل الفطور كل الفطور يا والله من الساعة نحضر على اي والله من الساعة نحضر اسوي شفت الاسعار والله زينة زينة اسعار زينة ثابتة يعني زينة احسن طرشي هو الموصل هذا والله طرشي اكله على باكر ايه هاي توصي من البيت لو انت لا والله اني بالبيت ما ياكلوا ما يجيب بس انا اشتريها ايش اجيبها؟ والله الطرشي العادي لا العادي ايه ما اكل من بس والله زينه بس هسه ما اعرف شو على رمضان كله اشتعل السوق كله شعلوه علي ايش ما اعرف والله كل شيء هسه تروح الخضروات على الفاكهه على اللحوم كل شيء صعد والله راح اسوق البغداد اي والله على رمضان جماعتي بغداد لا انا من الموصل بس توصيه البغداد توصيه اي هسه وصوني ان شاء الله اخذ منه ليش وصوه والله شكل شكل وزيتون تعرف الترتيبات مال ام ربيعين يعني مطلوبه حتى في بغداد طبعا ام ربيعين مشهور ببغداد مالك شغل انت من الدعايات والهذا ام ربيعين ارقى طرشي الاسعار شلون والله مناسب حيل مناسب هون ماكو تغيير اسعار عنده طبعا طرشي ماده اساسيه برمضان ما اعتقد اكو صايم ما يشتهي طرشي برمضان فمن المواد يعني ما نقول المهمه انما الضروريه اللي تتواجد بكل سفره على سفره كل مفطر رمضان تعرف حركه وخير وبركه ورزق والحمد لله احنا موسمنا موسم رمضان والحمد لله والشكر على كل شيء طبعا من كل محافظات العراق واصلا حتى خارج العراق اكو قسم من العراقيين خارج العراق يجون ياخذون يعني يبعثون جماعه نحن نبعث لهم يعني اكو من يرغب العادي واكو من يرغب المدبس المرغوب الاكثر هو المدبس بالوقت الحاضر قبل ما كان اكو مدبس تعرف انت بالثمانينات وبالسبعينات هاي الامور كلها موجوده هاي كلها امور دخلت الموصل بالثمانينات ب 2000 ونص عندنا كل كيلو ب 2000 ونص الطرشي العادي ب 2000 والمدبس ب 2000 ونص هاي اسعار يمكن صار لها 10 سنين ما زيدنا كل شيء اثر ما اثر وانما تضحي بجزء من ربحك حتى لا تفقد معاملك وزيها مساعده وانت والله مسهل لك على ايش بعد والله اقبال ما شاء الله من هسه الحمد لله زين يعني يشتغلون يشتغلون يخزنون بالبيوت شمال جنوب ياخذون هسه كل تكليج والله على الزبيب الزبيب طبعا والكل ما يدا اذا ما زبيب ما الزبيب بعد البرتقال والرمان ليمون انت ما داعي خاصه الشياب عندنا يرغبون انت ما ليمون شويه بحموضه شكل قليل المواد صعدت وما يصير نصعدهم على العالم يعني مواد حيل صعده والله بالنسبه للشكل مواد لا والله نفس الاسعار البطل 1750 ياخذ له 5 قلاصات مالتنا دبل كيس 4 قلاصات دبل هذا ب 1000 ونص والبطل 5 قلاصات دبل 1750 كل درجه كلنا نجيبها من الشمال ومن عقره وهذا